ايمن الزملكاويه كابتن خالد يا كابتن حازم اتصرفوا وشوفوا انا لسه حتى كنت بقول في المقدمه النهارده ان الموضوع مش اهلي وزمالك مش سوري مش الزمالك بس هو شفنا الاهلي في طلوع الجيش شفنا لقاءات تانية لفرق اخرى بس طبعا اللقاءات اللي ما بيبقاش طرفيها الاهلي والزمالك بتبقى ما عليهاش الاضواء بشكل كبير. مشكله التحكيم يا كابتن خالد في ايه؟ يعني انتوا لما بتقعدوا على ترابيزه الاجتماعات انا هقول لك على بتوصفوا مشكله التحكيم في ايه؟ هرد عليك بمنتهى الصراحه الرد اللي انا بتكلم فيه مع نفسي اللي انا بتكلم فيه حتى لو بره الهواء عشان على الهواء تمام وليا الشرف قبل ما اروح لده عشان اتكلم عن نادي الزمالك لان انا بيتي نادي الزمالك وانا اتشرف ان انا انتمي لنادي الزمالك كنت عضو مجلس اداره سابق في نادي الزمالك لاكثر من دوره وليا الشرف ان انا اكون زملكاوي عائله يعني ابا عن جد يعني. صحيح القصه مش زي ما انت قلت ولا اهلي جماهير النادي الاهلي كانت شايفه ان التحكيم جه عليها في لقاء الاهلي وطلاع الجيش مظبوط جماهير الزمالك ولها كل الحق جماهير الاهلي ليها كل الحق كل الحق لان انا برضو شاهدت المباراه جماهير الزمالك برضو وانا يمكن كان عندي الاستوديو التحليلي بالصدفه على لقاء الزمالك وقلت ان كابتن محمود بسيوني ما كانش موفق واخطا و و و و ويمكن انتقدت الجانب التحكيمي بشكل كبير جدا اللي ادار هذا اللقاء لكن هذا لا يمنع ان مش ده بس مش في مصر اخطاء التحكيم وارده في كل البطولات تعال نرجع بذاكرتنا لريال مدريد وبرشلونه وهو المباراه الاعلى في على مستوى العالم والاكثر مشاهده والملايين بتشاهدها بشكل كبير جدا كانت هناك اخطاء واعتقاد الشخص انت شفت ريال مدريد وبرشلونه وفي كل اللقاءات مش بس ريال مدريد وبرشلونه كل الاغلب اللي بيشجع اهلي وزمالك دلوقتي بيشجع ريال مدريد وبرشلونه منتمي هنا وهنا طيب ادي المستوى الاعلى في الدوري الاسباني او في دوري ابطال اوروبا الاعلى من الدوري الاسباني على المستوى الافريقي شفنا كم الاخطاء اللي وقع فيها حكم لقاء غانا امام اوغندا من الغاء هدف وعدم احتساب ضرب الجزاء فماتش ما فيهوش منتخبنا الوطني حتى وكم الاخطاء تعال نروح بقى ننزل شويه على مستوى دوري الابطال الافريقي الاهلي خسر بطوله في نهائي بسبب خطا حكم ولمسه يد لانرامو احرز منها يمكن الهدف الوحيد في اللقاء وخسر النادي الاهلي اللقب الزمالك يمكن خسر في دوري ابطال افريقيا قبل كده سواء في البطوله العربيه الاخطاء التحكيم يعني الاهلي والزمالك اتحكم له في الموسم اللي فات حكام مختلفه مصريين هنا في الدوري المحلي افارقه في دوري ابطال افريقيا عرب في دوري ابطال العرب ومفيش هات لي ماتش او هات لي بطوله انتهت بدون اخطاء تمام يا كابتن خالد ده احنا كله او مفيش حد من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي او كل جمهور الكوره مش مختلف او مش متفق انا اسف على ان اخطاء التحكيم وارده هي الفكره بس ان الاخطاء عندنا اللي بتبقى موجوده هي اخطاء فجه يعني اخطاء كبيره وواضحه وما ينفعش ان ان ان, إن المفروض اللي بيحكم لقاء الاهلي والزمالك بيبقى حكم اكلمك بمنتهى الامانه بتصنيف يعني انا نفسي فوجئت يعني يعني ضربه الجزاء مثلا اللي ما اتحسبتش انا بكلم بكل امانه يعني ما ينفعش ما تحسبش بتاعت عبد الله السعيد بتاعت عبد الله السعيد نفس القصه في الاهلي والزمالك الزمالك وطنطا ضربه جزاء ما ينفعش تحسب يعني يعني الاثنين يعني لو مسكت حتى انا كلامك بقول لك الاثنين بالظبط بس الثانيه اكثر السنه اللي فاتت الكوره بتاعت عواد اللي طلع اخذ الكوره من بعد اسماعيل والنصر التعدين بص 18 اسماعيل والنصر التعدين انا حافظ الماتشات يعني في اخطاء مش ماشي مش مختلفين تبقى موجوده بس تبقى الناس شايفه ان في اليه للتطوير للتحسن كل اللي انت بتقوله بتفق معك تمام وكل الجماهير الزمالك والاهلي شايفاه هم معهم حق بلا شك تمام بنحاول نطور في المنظومه لو انت لاحظت حاول مره بنجرب الفيديو وبعتنا طب هو لسه ما جاش رد من الاتحاد الدولي لا ما جاش حاولنا نجرب الحكم الخامس عشان نوصل لبرضه ودي حاجه احنا اشدنا بيها وفرقت على فكره فانت بتحاول يعني بص اصل الاتحاد المصري لكره القدم او خلينا نتكلم بامانه او التحكيم او لجنه الحكام بتحاول تبحث عن التطوير بلا شك واحنا بنساند ده لان ما تزعلش مني ما انت دورك انت كاتحاد مصري تطور من اللعبه صحيح واحد العناصر المهمه للعبه هو عنصر التحكيم مش عايز اقول لك محاضرات بندي محاضرات دورات بندي دورات تقييم بنعمل تقييم اسبوعي كابتن عصام بيعمله رئيس لجنه الحكام مع لجنه الحكام سفر في بطولات بره معسكرات بره كل ده بنعمله وبتحاول تطور من المنظومه انما خلينا نتكلم بامانه برضو وانت بتعمل ده التعصب زاد بنسبه كبيره جدا احساسك بالتعرض لظلم ما بقاش من الاهلي والزمالك الكبار او الزمالك والاهلي الكبار بس لا ده بقى من كل الانديه احساسك ان انت بتتعرض لظلم تحكيمي لمصلحه مين
يعني انسى الاهلي والزمالك دائما وابدا المنافسه بين زمالك واهلي او اهلي وزمالك، لا انا بتكلم حتى على الانديه اللي تحت اللي تحت الاهلي والزمالك اللي هو من المربع الذهبي وانت نازل، هات اسمع المديرين الفنيين وشوف المديرين الفنيين. مظبوط، بس برضه بصراحه كابتن خالد بعض الاب بيبقى عندهم حق يعني، بالعكس ده انا ما بختلفش معاهم، انا فاهم بس انا بقول لحضرتك يعني انا بقيم اوقات كتيره بيبقى ممكن يكون الانديه دي اهي ضربه الجزاء اللي احنا بنتكلم عليها يعني. لا ضربه جزاء ما ينفعش يعني، ما ينفعش، واضحه واضحه واضحه. الانديه الثانيه اللي غير الاهلي والزمالك ساعات ممكن يكون احساسهم، مش هقول بالظلم بس احساسهم بالخطا بيبقى اكتر، لان هم اصلا بيبقى امكانياتهم ضعيفه وعندهم تحديات كتيره، فما بيعيني يصدقوا، فالخطا عندهم لما بيجي ممكن فعلا يعمل لهم مشاكل اكبر بكتير من اهلي والزمالك اللي يقدروا يلموا نفسهم وعندهم من الامكانيات اللي يقدر يعوض بيها. انا معاك في ده ومش مختلف معاك في ده، بس انا عايزك تجيب لي بقى مباراه فيها خطا زي اللي فات بتاع عبد الله السعيد، او خطا زي اللي هيحصل عندنا هنا اهو، وهل شوف كده في اعتراضات من جانب اللاعبين او الاجهزه الفنيه على التحكيم الاجنبي او الحكم الاجنبي بنفس عشان الشكل؟ عشان نكون امنا كابتن خالد، بيحصل بس مش بالكثره اللي عندنا. انا بقول لك بنفس الشكل. يعني بيحصل في بعض الاوقات بشكل فج وشكل كبير، بس مش يعني تشعر ان هو لا بيبقى خايف، ممكن ياخد كارت اصفر بس والله. طب اقول لك على حاجه بالصدفه البحته، بعد لقاء الاهلي وطلاع الجيش ده تاني يوم كان في لقاء على ما افتكر ما بين ملجا ولاس بالماس في الدوري الاسباني. لا انا بتكلم على لعبتنا احنا. ما انا فاهم. وحصل نفس الكوره. كان في كوره في ماتش الاهلي وطلاع الجيش، دي كوره برضو بتاعت فوق لا اللي هي جت في ايد حسن يوسف بتلعيب طلاع الجيش. شفتها. وما اتحسبتش بينالتي. كوره اختها بالظبط حصلت، وكان كان ملجا ساعتها مخسران 1-0، والكوره دي كانت تبقى لو بينالتي يبقى تعادل وما اتحسبتش، وطبعا بالجهاز الفني واللعيبه حصل نفس اللي عندنا، فهو بيحصل عندهم زي عندنا. لا انت بس ما فهمتش قصدي ايه. انا بلوم على لعيبه الزمالك والاهلي في التعامل مع حكامنا المصريين. بمعنى ايه؟ اعترض، لك حق ان تعترض بلا شك. لا لو الحكم اللي هنا بيحكم اجنبي مش مصري. لا لو اجنبي هو ده بقى اللي انا بقوله. طبعا عشان كده بقول لك انت ما فهمتش قصدي. طب اشمعنى؟ ما هو ده حكم وده بشر وده بشر. معاك حق ان هو غلط بلا شك، انا ما بتناقش في ده. لا اخطا، غير موفق غير موفق، انما يعني مش عايز رد الفعل بتاعنا مع الحكم المصري، ما نجيش على الحكم المصري قوي. احنا بنطور وهو اخطا، وخلي بالك احنا بنوقف وبنعاقب وبننزل دوري القسم الثاني وبنوقف حاجه، وفي ناس ممكن تتاثر في القائمه الدوليه. فانت بتعمل كل انواع العقوبات وفي نفس الوقت تعمل كل انواع التطوير. انت معك كابتن خالد ان العقوبات تبقى معلنه ولا تبقى يعني بتحافظ برضو على الحكم وبتحافظ على كاريره أنا وعلى انا مع ده بامان. يكفيك ان انت بتعاقبه، مش لازم بقى كل الناس تعرف ان هو تعاقب. يعني ما هو الحكم ده برضو في الاخر ليه اسرته وبرضه في نفس الوقت مكانته في المجتمع، محدش ما بيغلطش يعني، ممكن يغلط وبعد كده يتحسن ويطور من نفسه. هو الرئيس النادي او رئيس المنظومه الكرويه في اي نادي لما بي 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 بيعاقب مديره الفني حد بيعرف؟ لا مفيش. في بعض انديه بتعلنه وفي بعض انديه لا، ده على مستوى العالم يعني. حتى في اغلب الاحيان في مصر ما اعتقدش قوي ان انت حتى لو بتعاقب مديرك الفني، لانك انت لو انت عاقبته واعلنت بتهز صورته حتى قدام اللعيبه اللي هو بيدربها. لو انت، وانا ده رايي الشخصي يعني، ده ايا كان رئيس النادي له كل الحريه، لكن ده رايي خالد لطيف الشخصي، ان انا حتى لو هعاقب مدير الفني ما بعلنش، لو هعاقب لعيب عندي لاي سبب من الاسباب ما بحبش.